عودة إلى التفاصيل وإلى دبي، حيث تتصدر سيارات الطاقة الجديدة معرض دبي الدولي للسيارات، والذي افتتح أعماله يوم الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي. باعتباره أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط، فإن معرض دبي الدولي للسيارات لا يقتصر على عرض العديد من السيارات الجديدة هذا العام، بل أن نسبة كبيرة منها يستخدم الطاقة البديلة أيضا. أطلقت شركات السيارات المعروفة مثل فورد وتويوتا وبي ام دبليو سياراتها الهجينة الجديدة في المعرض، وقد جذب موقف سيارات تيسلا موتورز الشهيرة للسيارات الكهربائية العديد من الزوار. وقال منظمو معرض السيارات هذا إن سيارات الطاقة البديلة لديها إمكانات ضخمة في السوق، وبالتالي فإن زيادة نسبتها في السوق الآن سوف يساعد على تلبية الطلب المتوقع في المستقبل. ما نحاول القيام به في معرض دبي الدولي للسيارات هو التطرق إلى بعض الركائز التي تظهر للزوار والمستهلكين والصناعة أن هذا ما سيحدث خلال السنوات ال15 القادمة. فضلا عن الأنواع المختلفة للسيارات الجديدة، فإن السيارات الكلاسيكية المعروضة في المعرض تقدم للزوار فرصة ليتذوقوا طعم الأيام القديمة. تم جمع أكثر من 30 سيارة كلاسيكية من عام 1950 وحتى عام 1980 من جامعين محليين، حيث ذهل الزوار بهذا المعرض. وقال المنظمون إنهم يأملون في أن يعطي المعرض الزائرين نظرة فاحصة على تاريخ وسحر السيارات. الأمر متعلق بالتاريخ والثقافة. أي شخص من محبي السيارات يريد أن يعرف كيف كانت تبدو أول سيارة بي ام دبليو أو أول سيارة ماكلارين أو أول سيارة فيراري، وكيف كانت بورش في عام 1950. قام منتج سيارات إماراتي برفع الستار عن سيارة بقوة 5000 حصان تصل سرعتها إلى 500 كيلومتر في الساعة. وأعلن ديفل منتج السيارات الإماراتي قبل 4 سنين أنه سينتج سيارة متميزة تصل لأعلى سرعة في العالم بقوة 5000 حصان وسرعة 500 كيلومتر في الساعة. وبمواجهة التطلعات والشكوك، أعلن ديفل عن أول نموذج السيارة خلال معرض دبي العالمي للسيارات. السيارة مجهزة بمحرك من طراز V16، ويصل حجم الانبعاثات إلى 12.3 لتر، ويبلغ سعرها $2,200,000. تمثل أكبر الصعوبات في المحرك ونقل الحركة وإطارات عجلة. ما أثار إعجابنا هو أن كثيرا من شركات ترغب في مشاركة بصنع أسرع سيارات في العالم. قال المدير إن دبي تشتهر بشجاعتها لخلق المعجزات، وتسعى شركته إلى إنتاج أسرع السيارات لتسجيل رقم قياسي آخر لدبي.